الرحمن الرحيم، نتكلم بقى ان شاء الله في الجزء دوت عن ازاي ان احنا نعمل النباتات على الجبال دي بحيث نديها لوك كويس. تعالوا بقى اول حاجة نروح للايكو سيستمز. بس قبل ما نروح للايكو سيستمز نروح نشيل بس الكاميرا علشان نعرف نشوف احنا نعمل ايه. الايكو سيستمز عبارة عن تقدر تقول عليه نظام نشر او رسم. طيب عشان ما نتكلمش بس في تفاصيل هتدخلنا في متاهات، والفيو يعني برنامج كبير ما يتاخدش في كلمتين. تعالوا نروح لفيو او الفيو اكستريم ونروح ل ايديت واقول له بينت ايكو سيستم. مجرد ما نختار الايكو سيستم هيطلع لك النافذه دي. الايكو سيستم نظام كبير قوي، في كذا طريقه ان احنا نعمل بيه بيبيوليت او ان احنا نعمل نشر للاوبجكت اللي احنا نحطه في الايكو سيستم على اوبجكت معين. طبعا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، هنتكلم عليه بالتفصيل في كورس الفيو ان شاء الله. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان انت عندك يا اما تحط سنجل انستنس، يعني تحط اوبجكت واحد بس من الايكو سيستم، او براش عشان ترسم بيه، او ريزر عشان تمسح بيها، او كارنج سكيلينج دي علشان ان انت توزع الكلر او الحجم على حسب ما الفرشه ماشيه. طبعا احنا هنختار براش ونروح لاد بلانيت. طبعا هيجيب لك البلانيتس اللي موجوده عندك في الفيو. طبعا انا عايز احط بلانيتس هنا وعايز احط بلانيتس فوق. طبعا الاول انا هقفل الباشا ده وهاخد ده كده واقفل مسقط الكاميرا عشان اعرف اشتغل. نجيب ده هنا كده. مبدئيا احنا عايزين نداري الحافه دي. عشان نداري الحافه دي هروح لاد برضو بلانيت واختار بلانيت وليكن حاجه تكون مثلا طويله، ممكن الفينيكولم. كويس، اعمل اوكي. استنى شويه هيعمل لودنج. بمجرد ما بيحط الفينيكولم انا ممكن ان انا اروح طبعا اغير في اللون، اقول له ايديت كلر زي ما انت تحب. لكن انا عايز بس اضيق البراش شويه واقف كده اشوف شكلها، والبراش فلو اخليها زي ما هي، والسكيل طبعا ممكن نزوده سنه، الدايركشن فروم سيرفس اللي هو ارتفاعها عن السيرفس سيبك من مش عايزينه، الليمت دنسيتي اللي هي الكثافه. طبعا انا مش عايز اقول له خلي الكثافه 50% عشان طول ما انا برسم هو بيزود لي الكثافه اوتوماتيك، فانا هشيل ليمت دنسيتي. الاهم من ده كله ان انا اقول له ريستريكت تو سيلكتد ايتم او سيلكتد اوبجكتس، بمعنى ان انا لو انا معلم، بمعنى انك انت لو انت معلمتش على دي، لو انت رسمت فوق الجبل ده في حين انك انت مش عايز ترسم فوقه دلوقتي هيعمل ايكو سيستم، انا احط النبات اللي انت عايزه، لكن انا عايزه ريستريكتد تو الايتم اللي انا عامل له سيلكشن. عندي بعد كده المهم برضو تحت ان انا اقول له اونلي سيلكت الايتمز، بحيث لو انا حاطط هنا النبات واثنين وثلاثه اللي هعمل عليه سيلكت هو اللي هيترسم. بعد كده بالراحه بقى تبدا ان انت تضغط وترسم النبات اللي انت عايزه. ممكن ما يجيش معاك من اول مره، وده ايشيو على فكره في السينما. بس نرفع السكيل حبتين وننزل شويه كده ونخلينا هنا ونرسم زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. طبعا انا بطلع لفوق تمام بالشكل ده. طبعا لو جه تحت مفيش اي مشكله انه يجي تحت، مفيش اي مشاكل خالص، مش مشكله، ده جميل جدا، ده انا عايز كده تمام. برضو نيجي هنا ونرسم هنا كده. طبعا ممكن اكبر السكيل بتاعي كمان حبتين، يعني احنا بنعمل راندوم في السكيل. طبعا حتى لو جزء ورا الكاميرا مفيش مشكله، ولو ان الكاميرا مش هتلف له، لكن مش اشكاليه يعني. ادينا بنرسم وخلاص. طبعا انا بحاول اخليني على الحافة على قد ما اقدر. طبعا مش معنى ان هو مش موجود انه اتمسح، لا هو موجود وكل حاجه. يعني دي لو عملنا ريندر هنلاقيها موجوده،
ودي كمان نعمل بيها كده تمام، مفيش كده مشكلة خالص. نفس الموضوع هنا برضو نخلينا فوق شوية تمام بالمنظر ده كده. لو انا جيت قفلت الايكو سيستم ورحت رجعت للكاميرا بتاعتي، اعتقد هفتح ايكو سيستم تاني، ايديت ايكو سيستم. المرة دي بقى هنغير الكالر حبتين، هروح للأخضر المصفر شوية واجي هنا اهو وارسم كده بحيث اعمل فاريشن في الكالر. ولو جينا نعمل ريندر وارجع لكم تاني، ادي الناتج بتاع الريندر بتاعنا. وزي ما انتم شايفين الوقت بدا يبقى كتير، دقيقتين و30 ثانيه في فريم واحد. فزي ما قلت في الورشه وفي الاعلان عنها هنتجاوز عن حاجات كتيره جدا، منها جوده الريندر، الانتي اليسنج، كل الكلام ده بيفرق في الاخراج النهائي. يعني زي ما احنا شايفين ريندر باقل اعدادات ممكنه عمل دقيقتين و30 ثانيه، ولسه احنا يا دوب عاملين جبلين. هنحاول نتغلب على المشكله دي ان شاء الله واحنا شغالين، فخليكم معانا. على كل، نيجي بعد كده احنا عملنا اول ايكو سيستم، نيجي نعمل الايكو سيستم الثاني. هنروح ليه بس الاول انا عايز اعرف انا فين من الكاميرا عشان اركز في الحته اللي فيها او اللي الكاميرا شايفها. يبقى انا هركز في الحته دي عشان ما ازودش على نفسي، هركز في الحته دي. نيجي بعد كده لايديت ايكو سيستم، نضيف حاجة تانية، نروح نحط اد بلانت. المرة دي بقى هاخد دراي ويدز اللي هي الأعشاب الجافة. وعلى فكرة المرة الجاية يعني أنا عايز آخد فيه نبات اسمه اللي هو النبات اللبلاب اللي هو الكراولينج ده. واحد على فكرة كل اللي عليهم علامة دول بيد، ما هماش فري، مش في الكوليكشن الفري بتاعة الفيو. فهرجع للي أنا كنت فيه ده، أنا نسيت هو كان فين. ممكن اخد الدراي ويدز، ممكن اخد الباتش اوف جراس. انا هاخد الدراي ويدز، حتى الدراي ويدز اخف يعني، فيها 7000 بوليجون، انما فيها 7000 بوليجون بير برانش ماشي، لكن دي فيها 90000 ل150000. لا احنا خلينا في 7000، وده في 2000 الفينيكولم اعتقد اللي كنا خدناه في الاول، فخلونا في ده. هعمل اوكي، اسلكت ده الاول ما انساش، اسلكت ده الاول واجي هنا وبرضو ارسم اندو على طول. الحجم كبير جدا تمام، فاصغر السكيل تمام وارجع ارسم مرة تانية المنظر كده. طبعا ما يعنينيش اللي ورا، ارجع اجيبه مرة تانية هنا ماشي. السكيل اكبره شوية ماشي، الدايركشن فروم سيرفس اعليه شوية تمام، بحيث اعمل برضو راندومايزيشن. اهم حاجة الحتت اللي بره دي، الحتت اللي تحت دي كده تمام. لو جينا قفلنا، جينا رحنا للكاميرا، جينا عملنا ريندر، بس هاخد بقى ريندر للجزء اللي انا عايزه بس اللي هو الجزء ده ونشوف. زي ما احنا شايفين هو واخد بصراحة وقت طويل قوي في عملية الريندر بعد ما اضفنا ده، فتعالوا نجرب نضيف حاجة تانية غيره لانه كده هيطول معانا جدا. نشوف حاجة البوليجونز بتاعها قليلة الاول، نتأكد بس ان ده هو السبب. لو جينا نعمل ريندر تاني نشوف هل هيترندر بشكل اسرع ولا لا. هو بيعمل بريبيرنج في حوالي 8 ثواني فعلا بشكل اسرع الى حد ما من
من التاني. طيب تعالوا نروح لإيديت، نروح لبنت ايكو سيستم، ناخد حاجة تكون يعني أقل شوية. ده السمول بالم. طيب تعال ناخد على طول مرة واحدة الكراولينج. والسكيل مش عارف هو مظبوط ولا لا، نقلل البرش شوية ونجرب. يعني انا عايز ارسمه بشكل عشوائي، نجرب كده، نعمل ريندر. جينا نشوف شكل الريندر بقى، هنلاقيه في منتهى الجمال. احنا كده بالظبط طلعنا الشكل بتاع الجزيرة. نفس الموضوع هنعمله هنا على الجبل التاني او على الترين التاني. الاول نخلص او نخلص من ده علشان ما نرجعلوش مرة تانية. احنا عايزين نضيف بعض الاغصان، او مش اغصان بقى، تعالوا نروح للجبل اللي فوق اللي هو الترين، ونروح ل Edit Object Material. هنروح عند Object رقم 2، أو نروح على دي ونحط New Layer. Layer يعني نحط Layer جديدة، وناخد Layer دي نسميها مثلا Vegetation، بحيث تبقى لونها أخضر بالمنظر أو بالشكل ده كده. يبقى كده دي واحدة ودي التانية. نخلي دي ايكو سيستم او نظام لنشر النباتات، ونروح لجنرال اد بلانت، ناخد تريز بقى لان انا عايز اغطي بشجر، وليكن ناخد 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 في شجرة اسمها سامنسا مش عارف ايه، مابل تري. ناخد المابل تري، اشجار غابات اصلا، ونعمل كده، وبعدين نعمل على او نضغط على بوبوليت. بوبوليت هيستنى شويه وبعدين يعمل نشر للايكو سيستم على الجبل ده بناء على الخامه والمنظر اللي احنا شفناه ده. طيب ما يستحقش نعمله ريندر، نعمله ريندر وارجع لكم مره ثانيه. ادي الشكل بتاعه، طبعا شكله جميل جدا، لكن عايزين نداري الحتت دي. هروح تاني اوبجكت، اديت اوبجكت ماتيريال، اجي هنا اروح لدنستي، اعلي الدنستي شويه بحيث يزود لي الكثافه. ممكن اقول له طبعا انا مش هعمل هنا هوا ولا هعمل داينامكس ولا الكلام ده كله، فهقول له فين الديكي نير فورن اوبجكت. عندي بعد كده، ممكن اقول له ايه، ممكن اروح للسكيلينج او مش لسكيلينج، هل ممكن انا اعمل فانكشن؟ مش مشكله، اروح للسكيلينج واقول له فاريبل سكيلينج، واعلي السكيل شويه بحيث يديني سكيلز مختلفه. ممكن اروح للكلر واقول له فاريبل كلر بحيث يديني كذا كذا كلر للشجر ده كله، بحيث ما يبقاش كله لون واحد. رايت كليك اديت كلر ماب، اضغط هنا دبل كليك، واخد وليكن حاجة تكون للأخضر المسفر شوية، حاجة تكون كده مثلا، كده مثلا. اجي على ده مش عايزه ابيض طبعا، احطه في الدرجة دي كده بحيث يدي الدبلان ده، تمام. واعمل اوكي. ممكن اقول له color at low densities، يعني color في المناطق اللي ما فيهاش شجر كتير، خليه اللي هو الدبلان ده. بعد كده انا كده ظبطت حالي، اروح لبيبوليت مرة تانية. طبعا بيبوليت بتضغط عليها كل شوية عشان تعمل لك نشر بالبارامترز الجديدة اللي انت اضفتها. ماشي، نجرب نشوف ريندر كده ونشوف ظروفه ايه. الاول اضغط اوكي،
واروح لرندر رندر ريجون واشوف الرندر ده ظروفه ايه. طبعا واضح من الرندر ان الدنسيتي عايزه تزيد برضه، فهروح لاوبجكت اديت اوبجكت ماتيريال دنسيتي، ازود الدنسيتي ارفعها كده بحيث تبقى 97 ولا 95، واقوم عامل بيبوليت مره ثانيه. طبعا هياخد وقت طويل المره دي شويه على ما يعمل البوبوليشن. تمام مفيش مشاكل، لكن انا عايز ازود كمان حاجه، اد بلانيت ناخد وليكن مثلا شجر من فين الالدر الدر الدر، لا في واحده تانية من الالدر دي بس ديد تري، الاوتوم دي. هعمل اوكي تمام بالمنظر ده، و اروح على الدنسيتي مظبوطه كده مش عارف مظبوطه، واقول له بيبليت مره تانية. الدنسيتي عايزه تزيد، السكيل عايز يزيد، ممكن اروح ل ما انا ممكن اروح لفيجيتيشن واروح ل عايزين نزود الديستريبيوشن ده، دي الالفا. طيب اضغط على الفا بوست، اعلي الالفا بوست شويه وارجع للفيجيتيشن او الخامه اللي انا عاملها بتاعه البوبوليشن مره ثانيه، واقول له بوبوليت تمام. عفوا ممكن ان احنا نرفع البوستنج شويه، سكيل قلل وسنه بيبوليت تاني ماشي، ممكن تبقى بالشكل ده. في ايه تاني في ايه تاني؟ ممكن عشان الحواف تبقى مندمجه مع بعضها في حاله يحصل تقاطع للشجر مع بعض ولا حاجه، ممكن اقول له فوزنس للتوب والبوتوم اعلي شويه واعمل بيبوليت بحيث يحصل دمج او بلند بشكل بشكل احسن. لو انا عملت اوكي، طبعا دي مش كفايه يعني، انا لسه عندي هنا حبه حاجات، الحاجات دي انا هروح اداريها يدوي اداريها يدوي. لو انا رحت للاديت وخدت بينت برضو ورحت المره دي حطيت اد بلانيت وجيت قلت له مثلا سبرينج، في شجره اسمها سبرينج سمر، لا سبرينج سمر سبرينج سمر 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 سمر، لا ممكن تبقى مين 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 اللي تنفع مين اللي تنفع مين اللي تنفع، دي كبيره قوي، ممكن دي على اعتبار ان دي تبقى صفراء ودي خضراء ممكن. مشكلة على فكرة موضوع الايكو سيستم فظيع في اللودنج بتاعه. تمام نسلكت الالدر ونجرب بس شدة بسيطة نشوف ظروفها ايه، مجرد بس عشوائي كده برضو هنا كده وهنا كده، ونخش جوه يعني انت عايز على قد ما تقدر تداري اي مسافات او اي مساحات برضو هنا. نجرب بقى كده نعمل رندر ونشوف ده ظروفه ايه. نروح للكاميرا و نعمل رندر ريجون ونشوف ده ظروفه. طبعا ده الشكل بعد ما اترندر، طبعا زي ما احنا شايفين اتقفلت كل حاجه. نيجي بعد كده لاضافه بعض التفاصيل بقى الصغيره، يعني مثلا هروح ل اوبجكت كرييت بلانيت فروم سبيسيز
بروح مثلا احط مثلا شجرة زي دي، يفضل لو في أم ماشي حط دي كده. طبعا مكانها اكيد مش هنلاقيه، فنروح ل ادي المكان بتاعها طبعا كده، نرفعها فوق المنظر ده، واكيد اكيد مؤكد سكيل محترم كمان يعني. تمام، ونرجع للكاميرا نشوف دي فين من الكاميرا. طبعا الانسب الحاج توب، ممكن اقول له ديسبلاي اكس راي، بس اكس راي هنا هتبهدلنا اساسا، مش هنشوف حاجة اصلا. تاني شيل اكس راي، بس الفكرة ان انا عايزها في مكان مظبوط. خدها كده، خدها كده، كده تمام جدا، هي في المكان اللي انا عايزه واللي احنا محتاجينها فيه. ممكن نعمل كمان ايه، ممكن نعمل كمان ايه، ممكن نحط برضو create object from species، وممكن نحط يعني شجرة زي دي ايوكاليبتوس تري. الله يكون في عون الناس اللي في كلية علوم، والله الناس دي بتسمع اسامي ما يعلم بالله ربنا. نروح هنا نيجي ل فرونت، نطلعها فوق. تمام، مش وقته. كالعادة سكيل كبير، طبعا نطلعها فوق شوية. تمام، ونروح كده للكاميرا نشوف. متهيألي لو حطينا كمان واحدة زي دي، لو عملنا edit duplicate ناخد دي كده مثلا، ممكن احنا نعمل لها كده. نيجي بقى لشجرة زي دي، ونروح ل view object edit object، نخش جوه اللاب بتاعها. ممكن نخلي اللينجث طويل شوية، ممكن نخلي طبعا مفيش ان انا في تفرع وكلام من ده، لكن هنخلي الفول اوف زيادة حبتين بحيث ان هي تقبل ورق اكتر. عايزها كده مثلا، الديامتر كبر شوية، الدروب ايوه انا عايز زي الشمسية الانجل، ماشي تمام كده. طبعا ده الورق، لو انا عملت لينجث الورق طول الورق، لو انا عملت الويدث ده العرض، راندومنس عشوائية تمام اوي كده، فليكسيبيليتي دي لو زادت بيبقى الورق فليكسيبل اكتر لو في ويند او داينامكس او اي حاجة من دي. الكيرل اللي هو التفافه حوالي نفسه، لو احنا عايزين نعمل كلر او اوفرال كلر مفيش مشكله نعمل اوفرال كلر، احنا يعني هنخاف مش هنخاف، نعمل كده مثلا نخليه ياخد يعني الاصفرار شويه. طبعا دي التبع، لو انا عملت كده فانا بقلل عدد البوليجونز، كده بزود عدد البوليجونز. لو انا عملت اوكي هلاقي الدنيا هنا بقت مظبوطة. اجي ليدي برضو نفس الموضوع، واروح ل
طبعا لو نبعد الكاميرا شوية يبقى احسن بصراحة، ومنه نبين الحاجة، ومنه منه الدنيا ما تبص لحسن. ده احنا كده يعني هنتظبط في الرندر يعني بصراحة. نروح لدي ونروح ل edit object، وممكن ان احنا يعني نفتح نظام التفرع بتاعها شوية. ممكن ان احنا نظبط الانجل بتاع الاغصان، لا بلاش الدم اللي طلع تحت ده، اللينجث الطول، الفول اوف الانتشار، مش خسارة مش طيب دبل كليك، لا مش دبل كليك، نروح هنا ونختار لها خامة، نروح لتريز، ما شاء الله كله بيت. طيب طيب ممكن ناخد ايه، ممكن ناخد ايه، اللاندسكيبس تمشي برضو، ديزرت روك تمشي والله، مش هتقول لا. اللينكس بتاع لا كتير قوي كده، ورق الشجر ده كتير قوي. الويتس برضو لا، عامل زي النباتات اللي على الترع. راندومنس، فليكسبيليتي، كيرل، فول اوف، ممكن اقول له طب لينك شويه ماشي، وويتس حبه صغيرين ماشي، ايوه كده. نعمل اوكي نلاقيها بالشكل ده. لو احنا عملنا لها حتى روتيشن بحيث نبين الشجره اللي وراها هتبقى حاجه كويسه. نعمل ريندر ونشوف شكله عامل ازاي. ده كده الشكل بعد الريندر، اعتقد جميل جدا. فاضل ايه بقى اللي احنا هنظبطها شويه، ودول هنقلل حجم الورق. لو احنا جينا عملنا كده ورحنا ل دي ورحنا ل اوبجكت وقلنا له اديت اوبجكت وقلنا للينكس يقل شوية والويتس ممكن اللينكس يزيد، بس نخلي الويتس قليل كده مثلا، ونعمل اوكي. برضو اللايت، اللايت انا مش عايز ريست ريست شادو، هتاخد وقت طويل قوي في الريندر. طبعا لو انت مهما تغير من هنا ولا الهوا، انت كده بتغير من بارامترات السينما. عشان تغير صح هتروح لاوبجكت برضو اديت اوبجكت، ده اللايت. اولا الدنسيتي انا مش عايز الشادوز عاليه قوي. تاني حاجه انا مش عايزها ريتريست، انا عايزه يوز شادو ماب. تمام. طبعا الاوتو سايز ده هو جميل جدا ومفيد في حاله لو كانت الكاميرا بتتحرك، هو هيحجم الشادو على حسب حركه الكاميرا. فوليومتريك لايتنج جيل مش عارف ايه، كل الكلام ده مفيش فيه مشكله. لو عايز تقلل انتنسيتي برضو ما تقللهاش من هنا، هتروح لاوبجكت بس المره دي اديت اوبجكت بروبرتيز. عندي ده اللون، وعندي ده اللون بتاعه، شادو لايتنج انفلونس، مفيش اي مشكله فيه. شادو فلير انتنس، طبعا هو مفيش فلير اصلا. نعمل اوكي نشيل ده الاخر. لو قللنا الانتنسيتي حبتين ورحنا للاتموسفير، اتموسفير اديتور، ورحت لللايت انتنسيتي، او نعمل الكواليتي بوست او نزود البوستنج بتاعها، والامبيانت لايت ازوده سنه ياخد من السكاي، واللايت بالانس اقلله شويه، واللايت انتنسيتي برضو اقلله. طبعا كل ده السان لايت. هعمل جيم واجرب اعمل ريندر مره تانيه. تمام كده الريندر اسرع والحاجه بقت احسن، ولو اني شايف ان عشان البتاع دي ممكن نروح لل3 دي ونعمل لها روتيشن بالشكل ده كده، وبرضه عشان تبقى مش ناتشرال قوي نلفها بالمنظر ده. برضه انا شايف ان احنا نرفع الصن لايت شويه وده شويه، نعمل اوكي. يا نهار ابيض مش كده يعني، خلاص نقلل الانتنسيتي حبه ونجرب هنا نعمل ريندر، الله عسى يكون الريندر النهائي.
كده ده شكل الريندر النهائي بتاعنا. في الجزء اللي جاي بقى ان شاء الله هنعمل شويه تويكينج او شويه تظبيطات للاتموسفير، ونعمل السكاي عشان نستخدمها في الـ